الفن كان بيجري جوه دمه من صغره. نافس نجيب الريحاني واشتغل معاه، اتجوز 6 مرات ولازم العروسة تكون أقل من 18 سنة وأكبر من 16 سنة. كان بيغير عنوانه مع كل عروسة، وما كانش بيحب حد يعرف عنوان بيته. وعشان يعرف عنوان بيته عمل فيه نجيب الريحاني مقلب معتبر. أهلا بيكم في الإكسلانس بتاع زمان. صباح شريف اللي بيشوفنا بالنهار، وبونسوار اللي بيشوفنا بالليل. أنا الإكسلانس بتاع زمان جيت أحكي لكم حكايات زمان، وبالمرة أشوف زمانكم. هكون ممنون قوي منكم لو عملتم لايك وشير وسبسكرايب وفعلتوا الجرس، أو يحصل تواصل بين حضراتكم وبيني على الفيسبوك أو على تويتر أو على انستجرام أو في أي حتة. محمد كمال المصري والشهير بشرفنطح اتولد سنة 1886 في حارة ألمز المتفرعة من شارع محمد علي، شارع الفن والمغنى والفرق المزيكا وفرق الموسيقى. أبوه كان منصب كبير في الأزهر، وكان بيحلم أنه ابنه يطلع دكتور، عشان كده علمه كويس ودخله مدرسة الحلمية. وفي المدرسة دخل محمد كمال المصري فريق التمثيل بالمدرسة، وكان بيضحك كل الطلبة والمدرسين والجمهور اللي كان بيجي يتفرج على مسرحيات المدرسة. عشان كده قرر محمد كمال المصري انه يتجه لمجال التمثيل رأسا. انضم في الاول لفرق الهواة لغاية ما انضم لفرقة الشيخ سلام حجازي، وكان بيقلد سلام حجازي ببراعة. كان بيقف على خشبة المسرح يغني ويسلطن الجمهور، وكمان كان بيقول إفيهات تضحك الناس. بعد كده اتنقل لفرقة سيد درويش، وبعدين عمل فرقة لوحده وعمل شخصية ابتكرها سماها شرفنطح. كان بيعمل فقرة مشهورة قوي انه يطبل وكتاكيت على ترابيزة قدامه بترقص، واتاري الترابيزة دي عبارة عن صاج وتحتها وابور جاز بيسخن حرارتها وتخلي الكتاكيت تتنطط. ونافس بمسرحياته مسرح نجيب الريحاني. لكن زمان عشان الناس وقتها كانت حلوة وطيبة راح له نجيب الريحاني وضموا لفرقته، وقدم شرفنطح أول أدواره السينمائية في فيلم سعاد الغجرية سنة 1928. قدم شخصية الرجل البخيل أبو طربوش، ضئيل الجسم أبو نظرة مكارة والمناخير الكبيرة زي الإكسانس والشنب اللي متساوي، وحافظ على الشخصية دي في كل أدواره وتميز بخفة الدم والكوميديا الراقية. قدم أكتر من 45 عمل فني بين المسرح والسينما. شارك نجيب الريحاني في 3 أفلام، سلامة في خير سنة 1937، وسي عمر سنة 1940، وأبو حلموس سنة 1947. كمان مثل قدام الست أم كلثوم في فيلم سلامة وفيلم فاطمة سنة 1947. شرفنطح ما كانش بيشرب ولا بيلعب قمار، بس صرف كل فلوسه على جوازاته. اتجوز 6 مرات، وكل جوازة لازم تكون العروسة أقل من 18 سنة وأكبر من 16 سنة. وكان بيغير جدا على كل واحدة بيتجوزها غير عمياء، لدرجة انه كان بيغير عنوان بيته وبيتنقل لبيت جديد مع كل عروسة يتجوزها، ويقفل شبابيك البيت ده بالمسامير، ويمنع مراته الصغيرة من الخروج، وما كانش بيجيب خدم. يا حمش. وكمان ما كانش بيقول لحد على عنوان بيته حتى لنجيب الريحاني. لكن نجيب الريحاني حاول كتير يحل اللغز ده ويعرف عنوان بيت شرفنطح، لكنه فشل، لدرجة ان نجيب الريحاني كان بيعزم نفسه عند شرفنطح عشان يعرف البيت، لكن شرفنطح نفسه كان بيرفض انه يعزم الريحاني في بيته بكل ادب. وفي يوم دخل محمد كمال المصري شرفنطح المسرح، لقى نجيب الريحاني داخل عليه بسرعة وبيصرخ وبيقول له انت كنت فين؟ بيتك بيتحرق، بيتك بيتحرق. وجري شرفنطح على بيته ووراه بعربيته نجيب الريحاني ومعاه بديع خيري، ووصل شرفنطح للبيت لقى مفيش حريقة ولا حاجة. بص من الشباك لقى نجيب الريحاني واقف له كده وبيضحك. فهم شرفنطح ان ده كان مقلب. عشان كده تاني يوم محمد كمال المصري لما عفش البيت كله ونقل لبيت جديد. محمد كمال المصري مات موتة مأساوية، مات بالربو بعد ما صرف كل فلوسه على المرض وما قدرش يمثل تاني. مات وهو عمره 80 سنة، ونقابة الممثلين وقتها عرفت بالصدفة لما راح الموظف من النقابة يخبط على باب بيته ومحدش فتح. الجيران فتحوا للموظف ده وقالوا له تعيش انت، الأستاذ مات من أيام. بارتون.
طولت عليكم. أو ريفوار. طب ما حقه برضو يعني. يعني يتجوز بنات صغيرة وحلوة لازم يقفل باب الشقة ب500 قفل كمان. لا يرحمك يا مشرف انطح.